طيب إذا هلا أول ما نيجي نصمم أي ميكاترونيك سيستم في عنا أربع أسئلة أساسية لازم نسألها. إذا رح العنوان هون four questions. ايش اول سؤال؟ ذكرته قبل هيك حكيت عنه سيستم داينامكس. تمام ممتاز. اذا اول سؤال لازم نساله هل السيستم داينامكس مهمه؟ مش كل السيستمز، مش كل الانظمه اللي راح نصممها راح يكون فيها سيستم داينامكس مهم. في بعض سيستمز مهمه السيستم داينامكس فيها، الريسبونس تبعها مهم. واذا كان السيستم داينامكس فيها مهم، ايش الخطوات اللي راح نتبعها؟ ترانسفر فانكشن. راح نمشي في مجموعه خطوات اللي راح الخصها لتلخيص سريع، بس نحطها بالتفصيل اكثر بعدين. يعني بدي اخذ هون مثلا يا الموديل، راح اسميه بشكل عام موديل. بنعمل موديل للبلانت، وبعدين بده يكون في عندنا يوزر ريكوايرمنتس، وبعدين راح اصمم اعمل كنترولر. كل الخطوات اللي بيمشي فيها الموديل، والموديل البلانت ممكن يكون ترانسفير فانكشن، ممكن يكون ايش البديل للترانسفير فانكشن كموديل؟ ستيت سبيس موديل. يعني يا بيكون عندي ترانسفير موديل للبلانت، يا بيكون F of S، يا بيكون A B C D. بتذكرين هدول A B C D اللي أخذوا موديل كنترول، أو لما تأخذوا موديل كنترول هذا البديل، الموديل البديل لهذا. فيا بعبر عن الموديل للسيستم في A B C D. بالحالة هاي رح يكون عندي multiple inputs multiple outputs، ممكن يكون عندنا linearity time varying، أو بكون أبسط السيستم F of S، بكون حالة هاي شو بكون عندي عدد الانبوتس وعدد الاوتبوتس، single input single output، time invariant أو time يعني ما بتغير مع الزمن. وعندي هون رح يكون في مجموعة user requirements إذا كان السيستم الداينامكس مهم. واليوزر ريكوايرمنتس لخصناها أكثر مرة، لخصتوها أنتم، كنتوا إيش كانت اليوزر ريكوايرمنتس؟ settling time. خلينا نذكرهم كلهم. ممكن يكون عندي settling time، overshoot steady state error بحطهم خاصة بس SSE، time to peak مثلا، rise time، okay. هاي السيستم داينامكس. طبعا هذا بيعتمد، الجواب بيعتمد على طبيعة السيستم. طبيعة السيستم في عنا أمثلة، ناخذ أمثلة على بعض سيستمز. مثلا ناخذ هون examples of system dynamic critical design. بسطينا احنا بعض أمثلة، ايش كان في بعض الأمثلة؟ مثلا رح نشوف هلا مثال، رح نشوف فيديو لكوادروتر. مين بيعرف شو الكوادروتر؟ الكوادروتر اللي هو زي جهاز طيران في عليه أربع محركات لروترز عليهم. ها أمكن شفتوهم جوجل، كان جوجل أو زنا ولا أمازون كان. أمازون مرة عملوا زي إشي يصير هم يوصلوا الأشياء للبيوت فيه عن طريقه، جوجل مش على التلفزيون، جوجل مش أمازون. الكوادروتر أو زي الهليكوبتر، يعني كوادروتر مثلا هليكوبتر، ايروبلين، كل هدول السيستم داينامكس مهمة. أي خطأ بالسيستم داينامكس ممكن السيستم كله ينهار. سبيس فيكل، مركبة فضائية. انفيرتد بندلم، تذكروا حكينا عن الانفيرتد بندلم؟ مش شفنا فيديو؟ شفتوا فيديو الانفيرتد بندلم؟ مثلا فيكل active suspension
سيستم. Active suspension system يعني ايش الفرق بين active و passive؟ passive يعني ايش لما نقول system passive؟ ما بدخل له طاقة خارجية. فالسيستم بيكون الـ زي السيارة، لو حطيت انا هون spring ودامبر، بس spring ودامبر بالسيارة هذا suspension system، بس هذا بيكون passive. active system انا راح احط actuator كمان فيه. الاكتويتر هي راح تساعد السيارة انه انا اتخلص من الفايبريشنز الموجوده بالشارع، فلكتويشنز موجوده بالشارع. هذول كلهم مهم جدا السيستم داينامكس فيهم. هاي كلها امثله على سيستم داينامكس مهمه جدا فيها، لانه بكل من حاله من الحالات هاي اذا انا مش فاهم السيستم داينامكس ممكن احاول اعمل ديزاين للسيستم بس احتمال انه السيستم تبعي يكون فاشل. ماشي واضح؟ طيب امثله على سيستمز هذول اسهل على فكره نذكرهم. السيستمز اللي مش السيستم داينامكس مش كريتيكال فيها، اعطوني امثله او انتوا حاولوا تفكروا. تانك مثلا، لو عندي ووتر تانك مثلا، examples of systems system of system dynamics مش critical فيها، not critical. لو عندي تانك مي وكل اللي بدي اياه بده يتعبى، هل هذا critical؟ كل اللي بدي في طبعا ممكن يكون تانك مي بدي يستجيب بسرعه وبدقه للهاي، بس انا لو عندي بس simple water tank خلص عندي تانك مي وإله on off controller وهذا تانك المي كل اللي بصير فيه. في هون عندي العوامة هاي بس بدي احافظ على ليفل معين، هذا كل المطلوب. كل المطلوب انه المي مستوى المي هون يضل على هذا المستوى L. هذا السيستم كريتيكال في سيستم داينامكس؟ لا. ها ماشي واضح. مثال ثاني مثلا، لو عندي انا فيرنس، فيرنس ممكن كنت بدي احط شيء ثاني غير الفيرنس مثلا. لو عندي، خليني اخذ مثال احسن من الفيرنس شوي. لو عندي انا تانك مي سخنه في البيت وفي هذا تانك المي السخنه في عندي هون هيتر، الكتريك هيتر ماخذ هون من 230 فولت، هون السيستم داينامكس وفي بداخله طبعا هون في سائل تدخل المي عندي هون، هاي المي البارده تطلع المي السخنه. واضح احنا شو عملنا هون؟ ليش دخلنا المي من هون السائل البارده؟ كل فاهم هاي ليش هون نعمل؟ البارده بتدخل من هون والسخنه بتطلع من هون، هذا صحيح؟ لا بد. ليش؟ المفروض العكس، لانه الكولد بيكون في ضغط جوا المي فانت بتحطها من فوق عشان ما تتعرض للضغط. انت بتقول عشان الضغط جاي من فوق لازم البارده تكون فوق والسخنه تقول تكون تحت؟ اه مين بيتفق معاه؟ السخنه من فوق لازم تكون. ليش؟ كثافه المي الساخنه. تمام، فانت بتقول المي الساخنه ايش راح يصير فيها؟ راح ترتفع لفوق والبارده راح تضلها تحت. طب وكيف راح تطلع المي من هون بالضغط؟ سؤال كويس مضبوط؟ هلا هو بقول انه انا اذا عملته هيك مش راح يصير معي ضغط، ما في ضغط معي بالمي، راح اخسر الضغط. هذا التانك راح يضل معبى، ما راح يفضى هذا التانك. فالضغط المي اللي موجود هون راح يضل موجود في داخل التانك. فضغط المي اللي جاي من فوق راح يضل موجود. هلا مزبوط احنا خسرنا هون ارتفعنا، بس انا في عندي ارتفاع من المي من الخارجي هيد. فالمي اللي داخل من هون بارده راح تطلع من هون ساخنه، راح تضلها تطلع من هون ساخنه، هذا مسكر الانبوب. مش تانك ماشي واضح فاهمين؟ هدخل المي البارده من هون تطلع معي المي السخنه من هون. هذا هون مش كريتيكال، يعني انا ممكن اخذ هون درجه حراره السائل اللي موجود هون واضل اسخنه، مش كريتيكال. لو اخذت مثلا نص ساعه ممكن تاخذ ثلاث ارباع ساعه حتى يحمى هذا السيستم. امثله ثانيه مثلا، لو انا عندي لو عندي سولار تراكينج سيستم بس بطيء جدا، عارفين السولار تراكينج سيستم شو بيعمل؟ الفوتوفولتايك سولار تراكينج بده يتبع الشمس. قديش سرعه الحركه هاي؟ بطيئه جدا، ما في مشكله سيستم داينامكس. فلو عندي هون انا مركب سولار بانلز، فوتوفولتايك سولار بانلز بي في، وانا عندي هون مثلا محرك، وانا مركب محرك هون وعمالي بحرك هاي الزاويه حسب مكان الشمس. هلا هون في طبعا في عندي 2 degrees of freedom على فكره هون. ليش عندي 2 degrees of freedom رح يكون في هذا السيستم؟
اخذتوا الديجريز اوف فريدم. تمام. هلا هذا السيستم الشمس لما بتتحرك معي ايش الحركه تبعتها راح تكون؟ في عندي راح تتحرك بهذا الاتجاه، مش راح تطلع بهيك بهذا الاتجاه، مزبوط؟ ففي عندي في زاويه راح اغيرها بهذا الاتجاه، مزبوط؟ وفي زاويه بهذا الاتجاه، صار عندي 2 degrees of freedom. بس كل الحركه بطيئه جدا لدرجه انه سيستم داينامكس مش كريتيكال بهذا الحال. ماشي واضح؟ اذا هلا ممكن اجي اسالك سؤال، ايش السؤال؟ اقول لك هل السيستم التالي، صمم كنترولر للسيستم التالي، بدك تقول لي هل السيستم داينامكس كريتيكال ولا مش كريتيكال؟ وعاده اذا السيستم داينامكس مش كريتيكال بستخدم اون اوف كنترولر. يعني طلع هون شو عملنا هون؟ هي اون اوف كنترولر، هذا الصمام، هذا الفالف اللي موجود هون، العوامل اللي استعملناها هون عباره عن اون اوف كنترولر. بضل استنى 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 لما يوصل عند حد معين بطفي السيستم عليه. نفس الشيء هذا على فكره اون اوف كنترولر راح يكون. الثيرموستات اللي بعطيني، مش هون في ثيرموستات بيكون بنفس الهيتر هاي؟ لما باجي بركب الهيتر هاي بيطلع من طرفها ثيرمو، مرات حتى الثيرموستات بيكون اوتوماتيكيا مشبوك ان سيريز مع الكهرباء، لانه عباره عن اون اوف كنترولر. هذا مش هذا بكفي اون اوف كنترولر؟ كل اللي بدي اعرفه اتحرك يمين ولا اتحرك شمال، ارفع الزاويه ولا انزل الزاويه، مزبوط؟ لما التنين يتساووا بوقف. كقاعده عامه لما يكون عند السيستم داينامكس مش مشكله، ايش نوع الكنترول اللي ممكن استخدمه؟ اون اوف. ايش بسموه احيانا في اللغه؟ في البانك بانك كنترولر، اون اوف كنترولر. لكن لما يكون عندي، لو هذول السيستم استخدمت فيهم اون اوف كنترولر ما بينفع. ماشي واضح؟ ايش نوع الكنترول ممكن استخدمه؟ PID. مثلا PID ممكن استخدم انواع ثانيه منهم، لكن مستحيل اني اقدر استخدم اون اوف كنترولر بحالي هاي. فكقاعده عامه اذا عندي سيستم داينامكس مش مشكله وبدي اعمل كلوز لوب، عاد راح اعمل كلوز لوب، راح يكون عندي نوع الكنترولر هو اون اوف كنترولر. اوكي ماشي؟ خلينا نوقف هون عشان الفيديو.